30/7/2013 هنا مصيف سلمى. حرائق وسط المنازل والأراضي الزراعية. الله أكبر. قصف الصواريخ العنيف يوميا يؤدي إلى هذه الحرائق. لم يكفيه تدمير الأبنية، حرائق وسط أراضي الزيتون والتفاح. اللهم انتقم يا الله. وليس هناك من أي وسائل إفراد هذه النيران. اللهم انتقنا يا الله. الشباب يقفون عاجزين أمام حول هذه الحرائق. مع اشتداد سرعة الرياح